موضوع آخر، يتركز اهتمام الحلقة الجديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن التي تبثها قناة ميديان تيفي مساء اليوم، تتركز على جهود المغرب للمساعدة على حل الأزمة الليبية في سياق الانتخابات الليبية المرتقبة في دجنبر المقبل. وقال سفير الولايات المتحدة السابق لدى كوت ديفوار وغينيا فيليب كارتر إن المغرب قام بدور إقليمي هام، تجلى خاصة من خلال دورات الحوار الثلاث التي مكنته من جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة التفاوض. أولا، تربط الولايات المتحدة والمغرب روابط وثيقة، وقد قام المغرب بدور هام على الصعيد الدولي، خاصة المؤتمرات الثلاثة التي استضافتها المملكة المغربية. فالمغرب درج على القيام بدور إقليمي هام تمكن من خلاله من جمع الأطراف المتصارعة معا في الأزمة الليبية لمحاولة التوصل إلى نوع من الاتفاق. فالدبلوماسية تسعى للتوصل إلى السلام وبدء حوار، وهي مهمة بالغة الصعوبة تحتاج الكثير من الوقت والكثير من الصبر، وتمكن المغرب من تحقيق ذلك ووفر مناخا ومجالا لإجراء نقاشات جادة. بل إنني أرى أن النقاشات التي استضافتها المملكة المغربية مع قدرتها على جمع الأطراف المتصارعة معا أسفرت عن وضع بعض الأسس التي استند إليها الوضع الحالي للعملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك الأسس الرئيسية التي تبناها القادة السياسيون في ليبيا. لذلك أعتقد أن الإسهام المغربي كان في منتهى الأهمية بالنسبة لليبيا، وأعتقد أنه سوف يستمر.